لكم جميعا، والله يوفقكم وان شاء الله نشوفكم بأعلى المناصب، ونشوفكم ان شاء الله اكسبورتس كلكم في السكيورتي. كان لقائي يوميا باشخاص من نفس المجال ساعد على تطوير مستواي بشكل كبير. البيئه هنا محفزه ومتعطشه جدا لاخذ العلم. ان نقعد هنا زياده على وقت الدوام 6-7 ساعات بدون اي مشاكل، بكل اريحيه. الاختبار مره تشالنجينج، بس بالنسبه للتدريب اللي صار قبل الاختبار والمدربين تاكدوا ان كنا فاهمين كل شيء. عندك 100 من النخبه في السعوديه يفيدونك بشكل عام في جميع المجالات، عندك في السيستم، في النتورك، في الويب، مجالات مرة كثير. أي سؤال تبغاه ما راح يقصرون معك، الشير نولج عندهم مرة عالي. من ضمن العقبات اللي مرينا فيها أنك يوم توصل داخل الكوربوريت أورجانيزيشن تحاول أن تخترق الشبكة الداخلية للمنظمة أو السكوب أوف إنجيجمنت، فكانت هذه النقطة المحورية في الاختبار كامل. يعني كمستوى هنا صرت هنا.